السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو عن كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة اللي هو بمسمى كاراباو كاب. هنتكلم طبعا عن قرعة دور ربع النهائي، وطبعا هنتكلم عن نتائج مباريات دور الستاشر، وهنتكلم عن كل حاجة. فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، ونتكلم في الاول عن نتائج مباريات دور الستاشر. عندنا في دور الستاشر كانت اول مباراة ما بين وولفرهامبتون امام جيلينجهام، وولفرهامبتون كسبوا 2-0، وساوثهامبتون غلبوا لينكولن 2-1، ونيوكاسل غلبوا بورنموث 1-0، وليستر سيتي غلبوا ميلتون كينز دونز 3-0. وعندنا نوتنغهام فورست غلبوا بلاك بيرن روفرز 4-1، وعندنا برايتون وتشارلتون طبعا انتهت المباراة 0-0، لكن بركلات الترجيح شارلتون غلبوا برايتون بنتيجة 4-3 ليتأهل شارلتون للدور ربع النهائي. وعندنا مانشستر يونايتد غلبوا بيرلي 2-0. وعندنا القمة طبعا في الدور 16 كانت ما بين مانشستر سيتي وليفربول، انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 على ليفربول. بعد ما انتهت مباراة مانشستر سيتي وليفربول بهذه النتيجة، اتعملت قرعة دور ربع نهائي كأس الكاراباو، وكانت المواجهات كالتالي: عندنا مانشستر يونايتد هيلعبوا تشارلتون، وعندنا ساوثهامبتون هيلعبوا مانشستر سيتي، وعندنا كمان نوتنغهام فورست هيلعبوا وولفرهامبتون، وعندنا نيوكاسل يونايتد هيلعبوا ليستر سيتي. هما دول الأربع مواجهات اللي هتتلعب في دور ربع نهائي كأس الكاراباو، فدي المواجهات القوية طبعا. ففي فرق كتير طبعا ما كملتش في البطولة، لكن هو الكأس برضو مش مهم قوي بالنسبة لباقي البطولات طبعا، زي الدوري الانجليزي ودوري الابطال، بطولات قوية جدا. فده كان فيديو النهاردة، ويارب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.